باسمه تعالى نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بداية نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حييكم في هذا اليوم، يوم الإجذاع، سن الإبداع والإمتاع، ومع انطلاقة شوطنا 17 للإبكار، مع انطلاقة هذه الاسماء وهذه الشعارات في مهرجان سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، إذا على بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، نبدأ معكم مع الصدارة ومع المركز الأول، من تنطلق مع المقدمة هنا المسك وحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، من يقدم لنا المسك على مستوى المركز الأول ليبدأ التحدي، ليبدأ الإثارة، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر، من تنطلق وتندفع هنالك من الجانب الآخر. لحظات ونتعرف على صاحب المركز الثاني، هنالك ريام وحمد بن محمد بن حمد العامري، من ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى وأتابع الوصول في هذه الأثناء من شواهين وسالم بن حمد بن قناص العامري، من يحاول، من ينطلق مع المركز الثالث لاقتناص الصدارة واقتناص الناموس. المركز الرابع أرى وأتابع الوصول في هذه اللحظات من الذيبة وناصر بن غانم بن علي بن حموده الظاهري مع المركز الرابع وخامس. التحديات أرى وأتابع انطلاقة خامس المراكز، من يندفع وينطلق هنا شعار حمد بن محمد بن حميد المالكي، من يقدم لنا ليما يا ليما، من تنطلق مع خامس المراكز. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى والمنطلقة في هذا الشوط، في هذا السن، سن الإجذاع، سن الإبداع والإمتاع، وشعارات ذكرها في الأفق إشاع. هنا على بركة الله، إذا نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط مع المسك، المسك المتمسك حتى هذه اللحظات في عرش الصدارة، ما زالت منطلقة مع المركز الأول. هنا حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، من ينطلق مع المركز الأول منذ انطلاقة الشوط، معلنا عن تواجده وتواجد شعاره مع سن الإجذاع ومع مسافة 6 كيلومترات. أما المركز الثاني أرى وأتابع الوصول من شواهين وسالم بن حمد بن قناص بن علي العامري، بينما المركز الثالث أرى وأتابع الوصول من الذيبة وناصر بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. أما المركز الرابع أرى وأتابع ليما وحمد بن محمد بن حميد المالكي. أما المركز الخامس الوصول من أريام وحمد بن محمد بن حمد العامري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الكبير. لكن عودة إلى المسك، يا المسك، ما شاء الله وتبارك الله على انطلاقة المسك، على اندفاعة المسك التي تنطلق تحاول أن تباعد المسافة لتقوي حاجز الدفاع عن موقعها، حيث أنها تقع في المكان المستهدف وتسير بخطى واثقة. إلا أن المفاجآت واردة في هذا الشوط،
ننتقل على المركز الثاني أراوة وتابع ليما وحمد بن محمد بن حميد المالكي من يقدم لنا ليما مع المركز الثاني. هنا تنطلق وتقترب رويدة الرويدة إلى عرش الصدارة. أما المركز الثالث أراوة وتابع انطلاقة شواهين ما زالت مع المركز الثالث وسالم بن حمد بن قناص العامري. أما المركز الرابع والوصول وأول نداء لأفعال أفعال يا أفعال محمد بن عبد الله الدودة الحرسوسي من يتقدم مع أفعال مع المركز الرابع والمركز الخامس. هنالك الشايبة وعوض بن مظفر بن محمد العامري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى والمنطلقة. لكن أعود مع المسك. الله يا المسك، المسك ما زالت متمسكة ومحافظة على الصدارة في هذه اللحظات ومع الانطلاقة المميزة. لكن الخطورة من أفعال، أفعال القادمة مع المركز الثاني، والأفعال أبلغ من الأقوال. ومحمد بن عبد الله الدودة الحرسوسي يتقدم مع أفعال مع المركز الثاني. المركز الثالث لي محمد بن محمد المالكي. المركز الرابع والتسلل والوصول في هذه الأثناء من رجة يا رجة راشد بن ملحان بن راشد المري من يرج الميدان بانطلاقته بتسلل في هذه اللحظات. رجة أيضا الأسماء المتدخلة، وهذا الشوط الذي يكتظ بالأسماء القوية والأسماء الرنانة. ولكن المسك، المسك متمسكة بعرش الصدارة، بعرش الصدارة منطلقة مع المركز الأول. ولكن أفعال تسللت إلى مقدمة الشوط. والكيلومتر الأخير يا جماهير، يا ملاك، يا مضمرين. أيضا التسلل في هذه اللحظات من رجة مع المركز الثاني. ولكن أفعال، أفعال ما زالت مسيطرة على المركز الأول، ما زالت منطلقة بكل قوة بشعارها الحمر الخطر. أيضا القدوم من الرزنة إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي ممثل السلطنة ينطلق يريد السلطة، يريد الصدارة. المركز الأول أيضا الوصول في هذه اللحظات من غاية وسيف بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي، والغاية تبرر الوسيلة. ولكن، ولكن هنا انطلاقة في هذه اللحظات هداف الرموز إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي مع الرزنة. سلامي عليك يا ممثل السلطنة، سلام تحية واحترام على هذا الفوز والانتصار. سلامي على الرجنة، سلام تهانينا والناموس لممثل السلطنة على هذا الفوز والانتصار. الله الله، انفراد كلي بالصدارة بدون اي منافس ولا منازع. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل، وصلت معنا في هذه اللحظات، وصلت معنا مزون وخالد بن سعيد بن سالم الفيدة المري المركز الثالث. المركز الثالث غاية وسيف بن حبروت بن سلطان الاكتبي المركز الرابع. المركز الرابع وصلت دولة وزيد بن فهيد بن حمد بالمري المركز الخامس. المركز الخامس امواج خالد بن حمد بن صالح القمرة النابت. اذا تهانينا، تهانينا لمالك الرزنة إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، كان توقيته الزمني. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، يتحطم التوقيت تحت أقدام الرزنة حيث قطعت مسافة الستة كيلومترات في زمن وقدرة 9 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت معنا في هذه اللحظات مزون وخالد بن سعيد بن سالم المري التوقيت الزمني. لحظات حيث وصول مزون هو 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية، بينما حصل معنا في المركز الثالث
المركز الثالث غاية وسيف بن حبروت بن سلطان بن سيف الكتيبي، التوقيت الزمني 9:12 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.